في هالأثناء يقام على مسرح قصر الإمارات في أبوظبي الحفل الثاني من بين 3 حفلات أعلن عنها سابقا. فمن بعد ما اجتمع الأسبوع اللي فات كل من ملحم زين، نادر الأتات ومحمد خيري، اليوم الموعد مع كارول سماحة وراغب علامة. وكالعادة راح ننقل لكم أجواء الحفل في حلقتنا بداية الأسبوع المقبل. وراغب قبل ما يتوجه لأبوظبي، هو تواجد في مصر حيث أحيى أمس إلى جانب نانسي عجرم حفل افتتاح ممشى أهل مصر اللي سبق الحفل الرسمي اللي أقيم اليوم. وعن هالحدث بدأنا اللقاء الحصري اللي سويناه معه، وهذا في تراكينج ستوري نمبر 1. تم الاختيار أن نحن نحتفل بهذا المشروع العظيم اللي انعمل لأهل مصر، ممشى أهل مصر، لأنه أنا بعرف المنطقة كيف كانت وبعرف هلأ كيف اتطورت، يعني بجمهورية جديدة بمصر عايم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل شيء عم يتغير ما شاء الله، كل شيء صار فيوتشوريستيك، كله لقدام تطور. فأنا سعيد كتير أني يعني التقي بهذا المكان، أنه يلي هالقد صار مكان حضاري بدل ما هو كان بالأساس مكان ولا شيء. فأنا ونانسي راح نحتفل مع أهل مصر بهذا التطور، بهذا المشروع الجميل، ومبارك للمصريين بكل شيء عم يحصل بمصر بهذه المرحلة. والتطور بعد شفناه بكليب أغنية ممكن أزعلك اللي طرحها راغب من حوالي الشهر، واللي للحين وصل إلى 7.9 مليون مشاهدة على يوتيوب. يعني بلشت 2022 دخلت علينا بغنية تهديد، مش حزعلك ومش حفرحك وحطلعك وحنزلك. باي بولر الغنية، ممكن أزعلك ومش حزعلك، ممكن أفرحك. كثير حبيت الموضوع، طبعا هو في حب وفي دلع، لكن الموضوع انطرح بشكل جديد. أنا ممكن أي حاجة في أي حتة في أي وقت، أنا لما تقوم براسي ما بيفرقش مع أي حد، هو أنا علشان دلعتك تستقوي القلب علي. ومش بس الموضوع اللي تم طرحه بشكل جديد، فأيضا فكرة الكليب اللي تعاون من خلالها مع المخرج شريف صبري مستوحى من مسلسل سكويد جيم. هو المخرج شريف صبري لأنه شايف أنه هيدا التطور اللي صار، ولعبة الحبار كثير الشباب بعدين انتشرت، فلأنه ممكن أطلعك ونزلك فيها، لا فيها جيم بالكلام، فقال لي إيه رأيك نعملها كده. قلت له أنا إن يعني أنا مع دايما أنه نواكب العصر اليوم. هيدي المسلسل أو الولاد كتير الناس عم تشوفه، كتير تعلقت فيه، فحبينا نحن نعمل لينك بالأغنية بين المسلسل وكيف نقلبه لحب مش قتل، لأنه هيدي رسالتنا نحن، إنه لعبة الحبار فيها قتل، بينما لعبتنا نحن بنلعب بس حب. عندك 10 أغنيات سجلتهم، ولكن اخترت هاي الغنية تحديدا. لا، عندي كتير أغاني بدها تيجي تباعا، يعني بتعرف الأيام تغيرت، قبل كنا نحطهم بألبوم، هلأ مننطر منشوف كيف بدنا ننزلهم ورا بعض. فحتلاقي كل شهر شهرين حتلاقي أغنية نازلة أو اثنين مع بعض، أو ممكن ننزل 3 أغاني مع بعض، ما بتعرفي كيف حتكون الفكرة. لكن بأكد لك أنه كل أغنية إلى طعم وإلى أحساس وإلى وقع الجميل، منهم رومانس جنون، ومنهم هدوء، ومنهم رقص وفرح وحفلات، فعامل اختياراتي بالشكل هذا. ومن بين هالأغاني في تعاونات مع الملحن محمود الخيامي. لسه ما سجلنا لكن أغنية حلوة، محمود بيفهمني كتير منيح، محمود ملحن شاطر وذكي، وأنا كتير بحب أغني له، وفعلا عملت 3 أفكار حلوة كتير، حنبلش نسجلها كمان تبعها. هلا أنا عرفت راغب إنه كمان في غنية اسمها ملك الرومانسية، ليه هلا ما نزلت؟ وهل ملك الرومانسية، أنت بتعرف يعني لقب ولواء الكفوري ملك الرومانسية؟ ملك الرومانسية أنا، هو الشاعر عرض علي بيقول لي أنت ملك الرومانسية، فحعمل لك أغنية اسمها ملك الرومانسية، لأني أنا غنيت الرومانسية من زمان، الأغاني الرومانسية، ولا زلت من يا ريت فيه خبيها، اشتقت لك أنا لنسيني الدنيا. فطبعا اللقب هيدا يعني منه حكر على حدا، بس عجبني الموضوع، عجبني العنوان، فسجلتها وخلصتها بعد ما تصورت. هلا عم نطلع فكرتها بالتصوير، بعد في اشياء بس بالتسجيل بعد ما خلصت، اشياء بسيطة فاين تيونينج،
تسمعوها قريبا إن شاء الله. ورغم تركيزه على أعماله وحفلاته، راغب دايما يلاقي وقت علشان يتابع أعمال وأخبار زملائه، فهو انعجب بأداء نانسي بكليبها الأخير ما تعتذر. نانسي كتير بيعجبني أدائها بالفيديو كليب، يعني ذكية وشاطرة، لما تعمل كليب بتمثل أحلى من الممثلين بالبقلة. وطبعا الأغنية كتير جميلة، عجبتني وعجبني الدور، عجبني كيف شاركت مع رودني حداد. هي مسج عم بتوصله ووصل بكل بساطة وبكل شطارة. وبعد راغب تابع باهتمام الحفل اللي أحيته شيرين عبد الوهاب في الكويت، واللي خلاله شيرين بكت أكثر من مرة. كثير حلو الفنان يعبر عن حقيقته على المسرح. أكيد شيرين عندها الظرف الخاص لبكيت بهالطريقة، وكثير منيح أنه تكون حقيقية وتعبر على اللي بداخلها.